منظومات الشعلة حيوية ومهمة جدا بالتصفية. نعم. يعني بالمصافي. ماكو إذا ماكو شعلة معناها ماكو مصفى. لأن هذا إمرجنسي. يعني أي ظرف طارئ يصير عندك كل مصافي العالم. نعم. أي ظرف طارئ عندك هذا الفيلر مثلا قطع كهرباء قطع ماء أي مشكلة أنت لازم تصرف منتجاتك الهيدرو الكربونية للشعلة. فتخلي التصميم مالتك حسب الطاقات او الغازات المرسله من هذه الوحدات. فهذه الشعلات احنا هسه موجوده عندنا شعلات بكل الخطوط وعندنا خطه ان شاء الله مستقبليه راح نوحد كل منظومات الشعلات منظومه شعله وحده رئيسيه. فهذه الشعلات يعني اذا تشوف يوم مثلا مش الشعله مثلا بيها فدخنة سوداء بيها فشي معناها اكو مشكله خلل صاير اكو خلل بوحده من الوحدات هي فاسه. شوف انا مخليها هنا بالشاشة على ضوء أقيم عمل الوحدات هذا الخط عمله جيد أو مو جيد ومخلي لي حتى جروب موجود بالموبايل مالتي على طول اليوم على طول اليوم حتى إذا شفت الشعلة عملها مو طبيعي أكو خلل يعالج فأكيد يصير عملها مو طبيعي وأكيد لأن تدي وحدات تشغيلية سابقة معرفة كل شيء وتحديدا بالذات إحنا هسه المشكلة دهش الحرارة مالت المناخ تغيرت بالصيف يعني احنا بالتصميم صممت هاي وحداتنا الماكس 50 هسه بالتصاميم الحديثه قفزت حتى الماكس وصل 60 65 فمنظومات التبريد اللي موجوده بعض الاحيان ما تقدر مثلا تتلائم ويا الطاقات مالتنا اللي هي 100% فيضطر مثلا الشخص المعني والمسؤول بهاي الوحدات التشغيليه يرسلها وين؟ للشعلات من يرسلها معناه احنا عندنا خلل نقعد كادر الهندسي نقعد شلون نعالج شلون نضيف وبالفعل هسه احنا بدينا نبدل المراوح الهوائيه مالتنا هسه طلبيات وسط الطلبيه مالتنا بدينا نعالج المبادلات المائيه مالتنا وبدينا كل ظروفنا التشغيليه نعالجها حسب المناخ اللي تغير عندنا وتعرف مصفى البصر هسه يعتبر يعني مصفى حيوي بقطاع التصفيه طاقته 280,000 والانتاجيه مالته اذا يوم يتوقف راح يصير ازمه فاحنا نحاول النوبات نضطر ندز هاي المكونات الغازيه للشعله على مود المصفى يستمر وما يصير ازمه بالاسباب اذا هذه منظومه عالميه ليس فقط في مصفى يعني مصافي العراق لفلير وجوده عالميه نعم عالميه نعم.